أنا كتير بحب أشتغل بالسينما المغربي، أصلاً بالمغرب العربي كتير بحب أشتغل أفلام، وكان عندي حظ أني أشتغل مع المخرج الكبير نبيل عيوش. اشتغلت معه واتافر لولا وانتس اللي عمل علي زوا، فكان تجربة أكثر من رائعة وبتمنى أكررها. أنا صورت في المغرب، قعدت حوالي 3 شهور، لا مش أول زيارة، وجيت قبل رحت مراكش، بس كازابلانكا كان تصوير الفيلم بكازابلانكا. يعني أنا عندي يعني هلأ عم بحس بذكريات قعدتها بال 2006، قعدت بكازابلانكا حوالي 3 شهور. يعني الفيلا اللي كنا نروح والبحر والسوق العتيق والمحلات اللي على البحر، وطبعا الحمام المغربي يعني اللي كانوا بس ناسي اسم الحمام، بس كان في شيء رائع. شكرا لتلفزيون الدار، كارمن لبوس. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في العشان يوتيوب، وبارتاجيو الفيديو، ديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.